من فوائد هذه الجملة فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب أن أبا طالب من حكمة الله عز وجل في شأنه أنه لم يسلم، ولو شاء جل وعلا أن يجعله مسلما لأسلم، بل لو شاء جل وعلا فلا يشرك أحد لم يشرك أحد. قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، وقال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يكون هناك كفار وهناك مسلمون.